البعض منا بيحب يتفنن بس تنقص المهارة للإبداع. عادي، في طرق أخرى تساعدنا موجودة على الأسنوت نفسها، معروفة بالأيديا فيجيلايزر. الأيديا فيجيلايزر عبارة عن صور موجودة على الديفايس على الأسنوت، ممكن نحن نستخدمها ونستفيد منها، وممكن نرسم رسمات جديدة ونضيفها للموجودة على الديفايس. طريقة استحضارها أنه نضغط على الزر على الأسبن ومنقربه كده من الشاشة وبنعمل البرس معين، فحنحصل أنه حيفتح لنا الايديا فيجوالايزر اللي هي فيها بريسيت نتكلم عنها مثل ما شفتوا امامكم. ايديا فيجوالايزر مكتوب فوق، فاعطينا هنا الكاتيجوريز اكتيفيتي بيردز كار فيش. فلو انا حطيت كار مع خطي التعبان برضو عمل ريكوجنيشن للكار، فراح اعطانا شوفوا بعض النماذج للسيارات. فانا اخترت هذه مثلا، ممكن برضو ادخل على سكتش افكت واغير الافكت تبع هذه الصوره. ممكن اختار مثلا السكتش افكت اللي هو الكولر سكتش ولا الفيوجن ولا الاوتو اوتلاين على سبيل المثال، وخلص شوفوا كيف صارت هنا موجوده بالباك جراوند. فهذه مثلا، بعدين ممكن انا ادخل هنا او اروح على الشيب ماتش. انتوا عارفين الشيب ماتش، فبعمل مثلا دائره لو منها مظبوطه بيروح بيعدلها، وبعمل خط منه مظبوط بيعدله، بعمل دائره ثانيه فأحسبت هذه السيارة حتمر فوق مثلا هذه على سبيل المثال. ممكن ارسم تراينجل هنا، وطبعا فيني ادخل على الهاند رايتنج تو تكست او الفورميلا ماتش، ورحت مثلا 3 × 6 + 7/x، فحيروح شوفوا عمل له ريكوجنيشن، وممكن اضغط على السيرش فيروح يبحث لي عن نتيجة للفورميلا اللي انا اخترعتها على التو، يعني للتو اخترعتها. وقد يظن الظان انه ما لها ريزلت ولا ما لها نتيجه، بس هو حيروح على الموقع اللي معروف بالولف راما الفا، ومن هناك حيروح يطلع لي النتيجه الموجوده للفورم نفسه. شوف طبعا الانترنت عندي انا هنا في البيت بطيء شوي فبالتالي يتاخر. شوفوا شوفوا امر عجيب عجيب، اعطانا جراف واعطانا صور واعطانا الريزلت واعطانا يعني بلوتس لنفس الايمج الموجودة. كل هذا موجود وأكثر بالأس نوت. ولو حبيت أضيف هذه مثل ما هي بهذه الطريقة هنا، بحط insert فيروح ينزلها إلى هنا. وهذه بعض الفيتشرز موجودة على الأس نوت، واللي يشتغل فيه حيكتشف أشياء أقل ما يقال أنها مبهرة. وشكرا لكم.